السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب الكاميرون بعد الإقصاء وفوزهم ضد البرازيل. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن أقصي منتخب الكاميرون رسميا من بطولة كأس العالم بقطر، وهذا بعدما احتل المرتبة الثالثة في مجموعته، وتأهل منتخب البرازيل رفقة منتخب سويسرا إلى الدور الثاني. وفاز منتخب الكاميرون اليوم أمام منتخب البرازيل بهدف دون رد، لكن هذا الفوز لم يمكنه من التأهل للدور الثاني من كأس العالم. وقال مدرب الكاميرون بعد نهاية المباراة والإقصاء: قدمنا أداء قويا اليوم أمام البرازيل وفوزنا مستحق، لكن لم يحالفنا الحظ للتأهل للدور الثاني، ولكن قدمنا ما علينا في هذا المونديال وأنا فخور باللاعبين. كانت هذه تصريحات المدرب ريغو بورتسونغ بعد الإقصاء من كأس العالم. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.